مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي إكسوين فاينانس؟ ما هي ميزات إكسوين فاينانس؟ ما هي إكسوين فاينانس؟ هي منصة إدارة أموال لا مركزية مبنية على BSC، تمكن المتداولين ومديري الصناديق من فتح أموالهم الخاصة، بينما يمكن لمستخدمي النظام الأساسي الاشتراك في تلك الصناديق وكسب الأرباح. ما هي ميزات إكسوين فاينانس؟ كمنصة استثمار تسمح إكسوين للمستخدم بإنشاء صندوق خاص به، حيث يمكن للمستثمرين الاشتراك في أي أموال يفضلونها والاستمتاع بالعائدات بناء على الخبرة التجارية لشخص آخر أو مهارات إدارة الثروات. هدفنا هو إنشاء بروتوكول ديفي وقفة واحدة، حيث يمكن حتى للمبتدئين جني الأرباح. توفر إكسوين خزائن مؤشر القطاع، والتي توفر للمستخدمين إمكانية التعرض لديفي. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.